بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. الله. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام ندابرها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قال المؤلف رحمه الله: ثم قال الله تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن. فتكون الإشارة إذن بقوله تعالى هذا للقرآن الكريم، هذا يعني القرآن بيان للناس من الضلالة. طبعا هذا التفسير قول من أقوال كثيرة في يعني رجوع الإشارة إليه. بعض المفسرين أرجع الإشارة في هذا إلى ما ذكره من القصص يعني عن بني إسرائيل وغير ذلك. هذا بيان للناس وهدى من العمى، القرآن هداية للناس، بيان للناس، وهدى من العمى، وموعظة من الجهل. ويقال هدى وموعظة، أي كرامة ورحمة للمتقين. إذا تأملنا الآية يقول الباري تبارك وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكأنه قسم القرآن إلى أمرين، إلى عام وخاص. العام هو البيان، فالقرآن بيان للناس كلهم، المؤمن والكافر والصالح والطالح، بيان للناس كلهم. ولكنه هدى وموعظة للمتقين. فخص الله المتقين بالهدى والموعظة. ليه؟ قال: لاختصاصهم بالانتفاع بالقرآن الكريم. فالبيان للعامة، والاهتداء والموعظة أو الاهتداء والاتعاظ إنما هو للمتقين خاصة. من خلال هذا نفهم بأن البيان شيء، والاهتداء والاتعاظ شيء آخر. تجلس أنت أمام جماعة من الناس تبين لهم أحكام الحلال والحرام لمدة ساعة، ثم تقوم من مجلسك فلا يستجيب لما بينت ولما أوضحت ولما ذكرت وأرشدت إلا شخص أو اثنان أو عشرة، والباقي دخل من هنا وخرج من هنا. فالبيان شيء، والهدى والاتعاظ شيء آخر. فليس من الضروري أن يهتدى بقولك، ولا أن يتعظ بقولك، ولكن من الضروري أن تبين. لذلك وهذا القرآن لما قال: وهذا بيان للناس، فالقرآن بيّن للناس كلهم، ولكنه ما اهتدى ولم ينتفع به ولم يتعظ به إلا المتقون. فلذلك أنت لا تيأس ولا تحزن
إذا وعظت وأرشدت وتكلمت ولم يسمع أحد لكلامك وقولك. إذن البيان شيء والهدى والاتعاظ شيء آخر. قال ولا تهنوا، الخطاب الآن كذلك للمؤمنين. ولا تهنوا، الوهن هو الضعف والإهان، والتوهين هو الإضعاف، يعني أنت توهن غيرك تضعفه. وهمت أن أنت أصبت بالوهن بالضعف. فقال الباري ولا تهنوا، الخطاب للمؤمنين، أي يعني ولا تضعفوا، وقيل ولا تجبنوا، ويقال ولا تعجزوا عن عدوكم. هذا خطاب للمؤمنين منذ نزل القرآن الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها المؤمن حذاري أن تهن، أن تهن والله معك، فأقم ما أمرك الله بإقامته، ووالي من أمرك الله بموالاته، وأعن من أمرك الله بإعانته، وكن مع من أمرك الله أن تكون معه، وكن على من أمرك الله أن تكون عليه، وتبرأ ممن أمرك الله أن تتبرأ منه. فلا تهن أيها المؤمن مهما اعتراك من خطوب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نتابع الآية. ثم قال الباري تبارك وتعالى ولا تهنوا، يعني ولا تضعفوا، وقيل ولا تجبنوا، ويقال ولا تعجزوا عن عدوكم مهما كنتم ترون به من قوة وبأس وشدة. ثم قال ولا تحزنوا، وقيل يعني على ما أصابكم يوم أحد من القتل والهزيمة وأنتم الأعلون، يعني الغالبون. يقول آخر الأمر لكم وأنتم الأعلون وأنتم الغالبون، يعني في النهاية أنتم خسرتم في الظاهر في هذه المعركة، في معركة بدء أحد، ولكن في نهاية المعركة، في نهاية المطاف، في نهاية الأمر أنتم الغالبون. وهذا ما سيتضح معنا، وكل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد يعلم أن نهاية الأمر كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أراد أمرا أن يعطي درسا للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وللخلق وللمؤمنين كلهم من بعدهم. قال ولا تحزنوا، وقيل يعني على ما أصابكم يوم أحد من القتل والهزيمة وأنتم الأعلون، يعني الغالبون. يقول آخر الأمر لكم، ويقال أنتم الأعلون في الحجة، ويقال، وهذا القول عظيم وجليل جدا، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه. تأملوا هذا القول، الله، ويقال هذا وعد، وعد من الله سبحانه وتعالى، وأنتم الأعلون في الحجة. يصح أن تكون في الجنة، لا مانع من ذلك، لا مانع، لا يصح أن تكون في الجنة، يعني إذا قلنا وأنتم الأعلون في الجنة يعني يفهم منه أن المشركين سيدخلون النار، سيدخلون الجنة، ولكن المؤمنون هم أعلى منهم رتبة، لا يصح. الأصح وأنتم الأعلون في الحجة، حجتكم أقوى من حجتهم، فتكون لكم الغلبة عليهم في الدنيا بالسلاح وفي الآخرة بالحجج والبرهان. ويقال هذا وعد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المستأنف، يعني في المعارك القادمة، في المعارك القادمة، في كل معركة هي قادمة ستكون الغلبة لكم يا أصحاب محمد في المستأنف. وبعضهم قال هذا
وهذا كذلك قول ينبغي أن يعول عليه. قالوا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال بعض المفسرين كما قلت هذا ينبغي أن يعول عليه، هذا وعد معلق بالشرط الذي بعده، وهو قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، أي إن دمتم على إيمانكم فلكم العلو على أعدائكم ولكم الظفر عليهم والنصر عليهم، بس بشرط ماذا؟ أن يدوم الإيمان الذي في قلوبكم وأن لا يختل، الإيمان في قلوبكم. ويقال هذا وعد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المستأنف وأنتم الأعلون، يعني الغالبون على الأعداء بعد أحد، هذا يعني في المستأنف، فلم يخرجوا بعد ذلك في عسكر إلا ظفروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هزموا في معركة قط بعدها. وفي كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل جيش خرج بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهم، لأن الله وعد الصحابة بالنصر، فما دام في الجيش واحد من الصحابة لا بد وأن يتحقق الموعود به وهو النصر، لأن واحدا من الموعود من الذين وعدوا موجود في هذا الجيش. فهذه البلدان كلها إنما فتحت في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انقراضهم ما فتحت، انتبهوا، بعد انقراض الصحابة وانتهائهم بعد وفاة آخرهم ما فتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتحون في ذلك الوقت. في عهد الصحابة كانت الألف تغلب 10,000، كانت الألف تغلب 10,000 و20,000، كان واحد بألف، الصحابي كان بألف. بعد انقراض الصحابة هذه الخوارق انعدمت، فصارت المعارك تخضع لنواميس الكون إن صح التعبير، لنواميس يعني لقوانين، لسنة الله عز وجل في القتال، أو نقول لا بد من تحقق هذا الشرط وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعلى درجة الإيمان يكون النصر والتأييد. ويقال في هذه الآية وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يقال في هذه الآية بيان فضل هذه الأمة، أمة سيدنا محمد. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل خاطبهم، خاطب الأمة بما خاطب به أنبياءه، لأنه جل وعلا قال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنك أنت الأعلى، وقال لهذه الأمة وأنتم الأعلون. ويقال اشتقت هذه اللفظة من اسم الله تعالى لأن اسمه العلي الأعلى، وقال للمؤمنين وأنتم الأعلون. ففي هذه الآية بيان لفضل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مصدقين بوعد الله، ويقال معناه إذ كنتم مؤمنين، ويقال في الآية تقديم وتأخير، فكأنه قال ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلم. ويقال هذا وعد لهم بأنهم غالبون إن ثبتوا وصدقوا، فلو أنهم ثبتوا وصدقوا لغلبوا كما غلبوا يوم بدر، ولكنهم تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الأمر عليهم. وفي هذا درس عظيم، إذا كان الصحابة الكرام، وهذا نقوله دائما ويقوله الوعاظ والمرشدون على المنابر وفي الدروس العامة وفي الدروس الخاصة،
يقولون إذا كان الصحابة الكرام خالفوا أمرا واحدا للنبي، أو ليس كل الصحابة، بعض من الصحابة خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فدارت الدائرة عليهم وغلبوا وانهزموا وقتل منهم من قتل، قرابة 70 رجلا قتلوا يوم بدر وكانوا 1000، يعني قرابة تقريبا العشر، عشر الجيش تقريبا قتل يوم أحد، عفوا يوم أحد. فكيف بنا نحن في هذه الأيام ومخالفاتنا أو هجرنا لسنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الهاجرون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هم الغلبة الغالبة، الكثرة الكاثرة. وكذلك كثير منا يتركون الفرائض والواجبات وهجروا التعاليم والإرشادات والأخلاق إلى غير ذلك، فكيف تكون الغلبة لنا؟ وسنة الله عز وجل في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، انتبهوا أحبابنا، سنة الله في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن الأمة كلها لها رداءان، لها ثوبان متلازمان، الأمة كلها لها ثوبان متلازمان، ثوب التقوى وثوب النصر. إذا ارتدت الأمة ثوب التقوى ألبسها الله ثوب العزة والوقار والنصر والتأييد والتمكين، خلعت ثوب التقوى ألبسها ثوب الذل والصغار والهزيمة، وكانت أذل أمة. هذه سنة الله في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد التمكين في الأرض ومن أراد النصر والعزة والمدد من الله سبحانه وتعالى فليرتدي لباس التقوى، ليمتثل الأمر ويجتنب النهي. فإذا ما أراد فوق لباس التأييد وأراد مزيدا من التأييد فليتحلى بالورع، وليتحلى بترك الشبهات، وليتحلى بالزهد، فيمده الله عز وجل بمزيد من التأييد والتمكين والنصر والإعلاء. فعلى قدر القرب من الله سبحانه وتعالى يكون النصر والتمكين. هذه سنة الله في هذه الأمة. وإلا تمكين أمة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل وبناء دولة الإسلام وفتح الأرض شرقا وغربا 20 أو 30 سنة، هذا أمر خارق للعادة، هذا من الخوارق. بدلت الأرض كلها بعشرات السنين. الأعراب الأمة الأمية ملكت الأرض كلها بعشرات السنين. ما السر في ذلك؟ أنهم كانوا يلبسون لباس التقوى، فألبسهم الله عز وجل لباس النصر والتمكين والتأييد. هذا معنى قوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكانت القصة في ذلك أنهم لما غلبوا المشركين يوم بدر وأصابوا منهم ما أصابوا، وسنذكر في سورة الأنفال قصة بدر إن شاء الله تعالى. فرجع أبو سفيان ابن حرب بالعير إلى مكة وانهزم المشركون، وذهب عكرمة بن أبي جهل ورجال أصيب أبناؤهم وآباؤهم وإخوانهم ببدر، كلهم ذهبوا إلى أبي سفيان ابن حرب وهو رئيس مكة فكلموه
وأتاه كل من كان له في ذلك العير مال أقبلوا عليه، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل خياركم، فاستعينوا بهذا المال على حربه. يعني نحن متبرعون بكل مال هذه القافلة من أجل أن نقاتل محمدا وننتقم بقتلانا في بدر، ففعل. قال الضحاك قد أعانهم أبو سفيان بمئة راحلة وما يصلحها من السلاح والزاد، فسارت قريش وهم 3000 رجل وعليهم أبو سفيان ابن حرب، يعني كان هو زعيمهم، وكان في القوم في جيش المشركين خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء 3، وذلك قبل دخولهم في الإسلام، وكانوا من يعني من أشجع شجعان العرب ومن أحنكهم ومن أشدهم قتالا في المعارك هؤلاء 3. فلم يبقى أحد من قريش إلا وقد خرج أهله معه وولده يجعلهم خلف ظهره ليقاتل عنهم، فإذا ما أراد أن ينهزم يرى زوجته فيرجع، انهزم يرى أولاده فيرجع، ينهزم يرى ماله فيرجع للقتال، هذا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إني رأيت فيما يرى النائم، يعني في المنام حلم، كأن في سيفي ثلمة حصل فيها كسر السيف، فأولته مصيبة في نفسي، سأصاب بمصيبة في نفسي، ورأيت بقورا قد ذبحت فأولتها قتلى في أصحابي، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فأشيروا علي ما ترون، وكره الخروج إليهم، كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المدينة ليقاتل المشركين خارج المدينة. وكان رأي عبد الله ابن أبي ابن سلول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يخرج، ولكنه كان منافقا، يعني هذا وإن كان مصيبا في هذا الرأي إلا أنه متهم، وهكذا المنافق وإن تكلم بالحق فهو متهم. فقال يا رسول الله لا تخرج إليهم، فإنا ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا، خسرنا القتال والمعركة، ولا دخل علينا إلا أصبنا منه انتصرنا وهزمناه. فقال رجل من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة، يعني استشهد يوم أحد، قال له وقتها وغيرهم كذلك ممن فاتته بدر لم يحضروا مع غزوة بدر، أخرج يا رسول الله لكي لا يرى أعداء الله أنا قد جبنا لهم أو ضعفنا عنهم. فلم يزالوا به حتى دخل ولبس لأمته، لباس القتال، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد خرج الناس، فقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكرهناه على الخروج، هو كان لا يريد، وكان معظم الذين طلبوا منه الخروج هم الشباب الذين كانوا يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل. فبعد ذلك ندموا حتحدثوا فيما بينهم، قال وكأننا أكرهنا رسول الله على الخروج. فقالوا يا رسول الله قد استكرهناك وما كان لنا ذلك، فإن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يضع سلاحه إذا لبسه حتى يقاتل، يعني انتهى، اتخذنا القرار وما عد لم يبقى مجال للرجوع. الله، فخرج
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسار إلى أحد، فانخذل عبد الله بن أبي بن سلول. يعني عبد الله كان موقنا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيكسر في هذه المعركة، له تجارب سابقة، فقال سأخرج سأرجع ولن تبقى لمحمد قائمة بعد هذه المعركة لأنه خرج ولعله لن يعود، فرجع بجماعته. قال في رواية الكلبي: فرجع معه ثلث الناس، وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 700 رجل. يعني كان الجيش كما قلنا 1000، رجع 300، بقي 700، وقتل استشهد 70، يعني ثلث عشر الجيش قد استشهدوا يوم أحد. فكان ألما عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال في رواية الضحاك: فانخذل في 600 رجل من اليهود، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من المؤمنين الطيبين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب من أحد، وأمر عبد الله بن جبير على الرماة، وكانوا 50 راميا موجودين على جبل الرماة، وقال لهم: لا تبرحوا عن هذا الموضع، لا تغادروا هذا المكان، واثبتوا ها هنا إن كان الأمر علينا أو لنا، سواء انهزمنا أو انتصرنا، لا تغادروا هذا المكان. وقال في رواية الكلبي: كان الرماة 50 رجلا. وقال في رواية الضحاك: كانوا 70 رجلا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى أحد، هذا جمع أحد، الظهر والوجه هنا، فظهورهم محمية، إذا أراد أحد أن يلتف من ورائهم الرماة على الجبال على الجبل يقومون باقتناصه ولا يستطيع أن ينقض على المسلمين من الخلف. ودان المشركون وأخذوا في الحرب، وقامت هند امرأة أبي سفيان وصواحبتها حين حميت الحرب يضربن بالدفوف خلف قريش من أجل تحريضهم على القتال، ويقولن: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، والمسك في المفارق والدر في المخانق، فراق غيري وامق. نحن بنات طارق والسماء والطارق، فالطارق نجم في السماء، كانت العرب تعرفه، وكان نجما عظيما بعيدا. فكانت تقول هند: نحن بنات طارق، أي نحن بنات في الشرف العظيم، لنا في الأمم وبالأقوام مكانة لا تدانيها مكانة، ولا يستطيع أن يصلها إنسان مهما علت رتبته. نحن بنات طارق نمشي على النمارق، النمارق جمع نمرقة، يعني وهي الوسائد، يعني هذا كناية على أنهم إيش؟ بنات مرفهات منعمات مدللات. إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، المسك في المفارق والدر في المخانق، تلبس الواحدة منا درر، فراق غير وامق، الوامق والمحب. المهم، قال: فقاتل أبو دجانة، فقاتل أبو دجانة في نفر من المسلمين في جماعة قتالا شديدا، وقاتل علي ابن أبي طالب حتى التوى سيفه انثنى. تخيل أنت الآن ماذا تعرض، كم قتل وكم قاتل بهذا السيف. وقاتل سعد بن أبي وقاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، وما قالها لأحد غير سعد.
فقتلوا جماعة من المشركين وصدقهم الله تعالى وعده وأنزل نصره حتى كانت هزيمة القوم لا شك فيها، لا شك بأن القوم سينهزمون أو قد انهزموا، وكشفوهم عن معسكرهم يعني غادروا أراضي المعركة. قال الزبير: رأيت هندا وصواحبتها هوارب، فلما نظر الرماة إلى القوم قد انهزموا أقبلوا على النهب، نزلوا من أجل أن يأخذوا الغنائم. فقال لهم عبد الله بن جبير أميرهم: لا تبرحوا عن هذا الموضع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إليكم. فلم يلتفتوا إلى قوله وظنوا أن المشركين قد انهزموا. فبقي عبد الله بن جبير مع 8 نفر، فخرج خالد بن الوليد مع 50 و200 فارس من قبل الشعب، عملية التفاف، وقتلوا من بقي من الرماة ودخلوا خلف أقفية المسلمين وتفرق المسلمون، ورجع المشركون وحملوا حملة واحدة، فصار خالد مع 200 من خلف والمشركون رجعوا، فصار المسلمون بين فكي كماشة في الوسط، القتل بهم عن اليمين من أمام ومن خلف، من كان يحمي ظهورهم قد مات. فصار المسلمون 3 أنواع، بعضهم جرحى وبعضهم قتيل وبعضهم منهزم. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه يذب يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل دونه، يعني أمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قام زيد بن السكن فقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يدفع القتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرون السهم آت نحو النبي، فيقف أحدهم هكذا فيفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحره بصدره، وآخرهم كان آخرهم من اللهم صل على أبو قتادة الذي قلعت عينه، قتادة الذي قلعت عينه، أي نعم، جاءها سهم فقلعها فأعادها له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان هذا آخر واحد، آخر الصحابة، وبعدها انكشفت المعركة. فكانوا يقتلون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخلص الحرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقذف بالحجارة حتى وقع بشفتيه، وأصيبت رباعيته وكلمت شفته وأدمي ساقه. فقال سفيان بن عيينة: لقد أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 30 رجلا كلهم جثوا بين يدي رسول الله، كلهم قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، أو قال يتقدم بين يديه ثم يقول: وجهي لوجهك الوقاء. هكذا كان الصحابة يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء، وعليك سلام الله غير مودع. فرجع الذي قتل مصعب ابن عمير، فظن أن مصعب هو رسول الله، فظن أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمشركين: قتلت محمدا. فصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. ويقال كان ذلك إبليس عليه لعائن الله. فولى المسلمون هاربين متحيرين، وجاء إبليس عليه لعائن الله ونادى في المدينة: ألا إن محمدا قد قتل. وأخذت النسوة في البكاء في البيوت. فأقبل أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار، كانوا واقفين بعد أن سمعوا إن محمدا قتل، فقال لهم: ما يجلسكم؟ لماذا أنتم جالسون هنا؟
قالوا قتل محمد. فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا كراما على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه نحو العدو فقاتل حتى قتل. قال كعب بن مالك فأول من كنت عرفت من المسلمين، كعب بن مالك يقول أنا أول واحد عرفت أن النبي حي لأني نظرت فرأيت عينيه تزهران تلمعان من وراء المغفر. قال فأول من كنت عرفت من المسلمين عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت عينيه من تحت المغفر تزهران، فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي بأن اسكت. وقال أنس بن مالك قد شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. ويقال إن أصحابه لما اجتمعوا قالوا يا رسول الله لو انظر يا الله إلى رحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لو دعوت الله على هؤلاء الذين صنعوا بك، فقال صلى الله عليه وسلم لم أبعث طعانا ولا لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه أعلى مكارم الأخلاق، أن تدعو لمن ظلمك، لا عليه، أن تدعو لمن ظلمك، هذه أعلى مراتب الأخلاق، تدعو له، تدعو له بالهداية، أن ترحمه. فجاء أبي بن خلف الجمحي وهو يقول يا محمد لا نجوت إن نجوت مني، فهم المسلمون به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه حتى دنا منه، في بعض الروايات تقول اتركوه أنا قاتله أنا سأقتله. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ورماه بها فخدشه في عنقه خدشا، هكذا مرت من أمام العنق فجرحته جرحا غير كثير، جرح خفيف. وقد كان قبل ذلك أبي بن خلف لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام عندي فرس أعلفه كل يوم فرق ذرة أم طعمين أفخر أنواع العلف، ليه؟ كي أقتلك عليه، أقتلك عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله. فلما خدشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه رجع إلى قريش وهو يقول قتلني محمد، فقالوا له ما بك من طعن؟ فقال بلى، لقد قال لي أنا أقتلك، والله لو بسق علي بعد تلك المقالة لقتلني. تأملوا كيف كانوا يعتقدون صدقه وكيف يعتقدون نبوته، يعتقدون عقدا جازما أنه نبي مؤيد. وسيأتي معنا الآن قول وحشي أما محمد فإنه مؤيد من الله لا أستطيع قتله، هم يعتقدون عقدا جازما بأن محمدا نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى، والله لو بسق علي لقتلني. فمات قبل أن يصل إلى مكة في الطريق. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند أحد وقد اجتمع إليه بعض أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فعلت عليه من قريش في الجبل، بعض الفرق من قريش ارتفعت هكذا صارت أعلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يعلون. فأقبل عمر
ورهط من المهاجرين فقاتلوهم حتى أهبطوهم أنزلوهم من الجبل. وقد كان جبير بن مطعم قال لمملوك له يقال له وحشي: إن أنت قتلت محمدا جعلت لك أعنة الخيل، وإن أنت قتلت علي بن أبي طالب جعلت لك 100 ناقة كلها سود الحدقة، وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر. فقال وحشي: أما محمد فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد، وأما علي فما برز إليه رجل إلا قتله، فأنا لا أستطيع له. أما حمزة فرجل شجاع، فعسى أن أصادفه في غرته، يعني أن في لحظة يغفل فيها فأصطاده فيها، فعلق أمله بالحرية بمقتل حمزة. قال: فعسى أن أصادفه في غرته فأقتله مكانه. وكانت هند كلما مر بها وحشي أو مرت به قالت له: إيهان أبا دسمة، إيهان أبا دسمة. الدسمة قيل هي السواد مع غبرة، وقيل هي السواد الخالص، لذلك كان يكنى وحشي بأبي دسمة. إيهان أبا دسمة اشفي واستشفي. فكمن وحشي خلف صخرة اختبأ، وكان حمزة قد حمل على قوة من المشركين، على قوم أحسن، وكان حمزة قد حمل على قوم، أي أفضل صح، على قوم من المشركين. فلما رجع من حملته مر بوحشي وهو خلف الصخرة فزرقه بالمزراق فأصابه فسقط. المزراق هو عبارة عن رمح صغير، رمح صغير. تقول زرقه بالمزراق يعني طعنه أو رماه به، فإذا المزراق هو رمح صغير. فذهبت هند ابنة عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى، يجدعن الآذان والأنوف، وشقت هند بطن حمزة وأخذت كبده ومطغته. ثم صعدت هند على صخرة وهي تنادي بأعلى صوتها: نحن جزيناكم بيوم بدر. وأقبل أبو سفيان وهو يصرخ بأعلى صوته: أعلو هبل يوما بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أجبه يا عمر. فأجابه عمر: الله أعلى وأجل، لا سواه، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته وظاهر بين درعيه، وأخرج يده من جيب الدرع وسل سيفه ذا الفقار، وباشر القتال بنفسه وحمل على المشركين، والتأم اجتمع إليه المسلمون فأعانوه، وهزم الله الجميع المشركين، وقتل يومئذ من المسلمين 70 رجلا، 4 نفر من المهاجرين و66 من الأنصار، وقتل يومئذ من المشركين 19 رجلا أو أكثر، وكثرت القروح في أصحاب رسول الله، الجروح يعني، فعزاهم الله تعالى في ذلك بقوله تعالى: إن يمسسكم قرح. قرأ عاصم في رواية أبي بكر والكسائي وحمزة قرح بضم القاف والباقون بالنصب. قال الفراء: القرح والقرح واحد، ويقال القرح بالنصب مصدر والقرح بالضم اسم، ويقال القرح بالنصب الجراحة بعينها والقرح بالضم ألم الجراحة، يعني أصابتكم الجراحات يوم أحد، فقد مس القوم قرح مثله. يقول: قد أصاب المشركين جراحات مثلها يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول: يوم لكم ويوم عليكم نداولها. ما هي المداولة أحبابنا؟ المداولة نقل الشيء من واحد
إلى واحد آخر، تقولون هذا الثوب تداولته الأيدي، يعني انتقل من مالك إلى مالك آخر. وتلك الأيام، يعني تلك النصر، هذا النصر ينتقل بينكم وبين غيركم. ولكن لا ننسى بأن الله عز وجل وعدهم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومر معنا أن المعارك التي خاضها الصحابة بعد ذلك كانت الغلبة لهم. يقول يوم لكم ويوم عليكم، وهذا كما يقال في الأمثال الأيام دول والحرب سجال، والحرب سجال. ثم بين المعنى الذي يداول مرة لهم ومرة عليهم، فقال الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، يعني يبين المؤمن من المنافق أنهم يشكون في دينهم أم لا، لأن المؤمن المخلص يتبين حاله، المؤمن المخلص يتبين حاله متى؟ عند الشدائد والبلايا. وهذا كما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه الذهب والفضة يختبران بالنار، والمؤمن يختبر بالبلايا، والاختبار من الله تعالى ما هو؟ قال إظهار، الاختبار من الله إظهار ما علم منه قبل الاختبار. أنا عندما أختبر ولدي أو تلميذي لأظهر منه ما خفي عني، أما الاختبار من الله عز وجل ليظهر ما علمه الله قبل هذا الاختبار. فذلك قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا. وفي هذا المجال ذكرنا أظن في سورة قديما ذكرنا قول أبي منصور إمام الهدى رضي الله عنه أن في هذه كلمة وليعلم الله وغير ونظيرها، يعني ونظيراتها، المعنى ليعلم الله ذلك موجودا حال وجوده، كما علم الله عز وجل قبل وجوده أنه يوجد. وفرق بين العلم، بين العلم بالشيء موجودا وبين العلم بالشيء أنه سيوجد، واضح؟ وليعلم الله الذين آمنوا، يعني ليبين الله الذي يعلم إيمانهم، الذين يعني ليبين الله، ليظهر الله، وليعلم الله يعني ليظهر الله الذين يعلم إيمانهم، لأنه يعطي الثواب. وهذا كلام في غاية الدقة أحبابنا. الباري عز وجل من عظيم عدله أنه يعامل خلقه من خلال ما يظهر منهم لا من خلال ما علم. لاحظ الآن، الباري عز وجل آلاف السنين وهو يعلم أن إبليس متكبر وحسود، وما قال له عليك لعنتي إلى يوم الدين، هو يعلم أنه متكبر وأنه عاص، ولكن ما لعنه ولا عاقبه. متى عاقبه؟ لما ظهر منه هذا الكبر. فالباري إذا علم منك أنه إذا علم من العبد أنه ستصدر منه معصية لا يعاقبه عليها قبل صدورها. فالباري يعاقب عباده من خلال ما يظهر منهم لا من خلال ما يعلم. لذلك قال يعني ليبين الله الذين يعلم إيمانهم، لأنه يعطي الثواب بما يظهر منه لا بما يعلم منه. وكذلك العقوبة، ألا ترى أنه علم من إبليس المعصية في المستأنف في قادم الأيام ثم لم يلعنه ما لم يظهر منه؟ ثم قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء، وتلك الأيام ندابرها إيه؟
ليعلم ويتخذ منكم شهداء. يعني لماذا الباري يداول هذه الأيام التي هي النصر والهزيمة؟ ليه؟ لكي يتخذ منكم شهداء، كي يرقي بعضكم إلى مراتب ومصاف الشهداء. وإنما كان لأجل ذلك، لا لأجل حب الكفار، لا لأن الله يحب الكفار، لا، بل ليرتقي بكم إلى مراتب الشهداء. والله لا يحب الظالمين، أي الجاهلين. قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، يعني كذلك يداول الله عز وجل تلك الأيام. ليه؟ يعني لكي يمحص، التمحيص قال يطهر المؤمنين ويكفر ذنوبهم، والتمحيص في اللغة الاختبار والتطهير. والله بيّن أنه يداول الأيام بين الناس لكي يظهر المؤمن من المنافق، ويكرم بعض المؤمنين بالشهادة لينالوا ثواب الشهداء. وقد ذكر ثوابهم بعد هذا في هذه السورة وليكفر ذنوبهم. ثم قال الله تعالى ويمحق الكافرين. المحق إفناء الشيء حالا بعد حال بالتدريج، المحق إفناء الشيء بالتدريج حالا بعد حال، وهو كانمحاق الهلال يزول قليلا قليلا إلى أن يتلاشى. ويمحق الكافرين يعني يهلكهم ويستأصلهم، ولكن تدريجيا على أيديكم، لأن المشركين يجترئون فيخرجون مرة أخرى لقتالكم، فيستأصلهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال أم حسبتم، يخاطب المؤمنين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.